السلام عليكم ورحمة الله. من شغيل نشوف هون هاي الإشارة، هاي النبضة مطفي. إذا ما عندك السلسكوب ما في مشكلة، بإمكانك تقيس على هذا المقياس. طبعا في فيديو موجود على القناة بإمكانك تشاهدوا كيف تشتغلوا. موضوع بسيط جدا، مشغل مثل ما شفنا، هذا اول ترانستور، هذا الترانستور الثاني، هاي النبضة موجودة على الترانستورين. خليه يفرغ، نفرغ بشكل أسرع. طبعا ملحمة إلكترونية مثل ما أنا شايفين. طبعا هيك جتني على الوضع هذا الترانستورات، الاثنين مضروبين. بالإضافة أنه المحول، هذا المحول اللي بيعطي 25 فولت 24 فولت 25 بيعطي، مشيول من قديم مشيول، والترانزستور مشيول. ليش ما بعرف، يعني لو المحول ما في أي شيء فبتبدل الترانزستور الاي سي، إذا فيها شيء كمان بتتبدل. فأنا اللي عملته فقط عوضت بهاي الدارة 220 25 فولت. طبعا كانت شغالة على دارة التغذية هاي، هاي الدارة الكل بيعرف لريسيفر، وهذا المحول ما بيتحمل مثل ما رح يتحمل هذا المحول. هذا المحول خاص بيخرج جهد واحد هو 25، بينما هون هذا متعدد الجهود مثل ما احنا شايفين، فما رح يعطي الجهد اللازم ولا التيار اللازم. رح نلاقي لها هاي مكان ونثبتها. طبعا هون جكة المروحة، المروحة ملحومة الحام كانت مباشر، فأنا حطيت لها الجكة مشان نوصل الأسلاك، مشان إذا راد الواحد بشيل. طبعا كانت ملحومة الحام، ملاقي مكان لهاي الدارة مركبة. نستغل هذول الترانستورين، فحصت واحد بس أنا ما فحصت الثاني. نشوف بكل حال، أنا ما راح أرجع هذول الترانزستورات لأنه الملحمة بدها ترانزستور يتحمل وقدرته عالية. هذا هو الترانزستور مضروب. نشوف الثاني كمان، هذا مضروب، اثنين مضروبات. فما ظل عندنا هلق حاليا الا انه نستبدل الترانزستورات. بعد الاستبدال بتم اختبار الملحمة، اذا اشتغلت فبنكون خلصنا، ما اشتغلت بنرجع بنشوف اذا في ضعف، اذا في اي مشكلة، لانه مشغولة هاي الملحمة. طبعا الدارة هاي بامكانك تاخذ بشكل مباشر، هاي من متناوب الى مستمر، بالنهاية بده يصير مستمر، فأنت بتاخذ من هذا المكثف مباشرة، من بتشتغل الملحمة وبيصال التيار على هذا المكثف، راح يصال على دار التغذية وراح تشتغل الملحمة بشكل كامل. وشفنا النبضات، وهيك بنكون خلصنا.